مازلنا معكم حتكشن نص نهار، دونك بعد شوي باش نحكيو على كما قلت لكم الذهب والالماس. في في الساعه الثانيه باش نحكي مع صالح بركه كيفاش نجم تلبس سروال لارج هكا ولا عريض. انا نحب سروال عريض ونحب سروال لارج، دونك اختاروا الكلمه اللي تحبكم، تحبوا الكلمه اللي تحبكم، الكلمه اللي تحبوها. فريال بعد شويه نقول لك بونجور فيفي. بونجور. باش تحكي على سوجي يهم برشا عبيد منهم امنه بن جمعه. يهمني برشا. كيفاش تلهي بشعر صغيرك كيف بوكلي؟ فيه اونتروتيان سبيسيال هو. دونك بعد شويه سوجي معاك، اما تو باش نحكيو ايبيلاسيون وليزير مع دكتور نجار. ميديكال بيوتي. دونك نسمعوا ونقولوا، يقول لك دو بريفيرونس ليبيلاسيون ليزير ما تتعملش في الصيف. نشكرك ساعه على الاستضافه. مرحبا. ومحليه السوجي خاطر سي ان سوجي داكتواليتي، سورتو اللي برشا عباد فلتوا لي سيونس نتاعهم في الكونفينمون الكل، اي دونك توا يحبوا يغاتراب لو روتار هذاك. هو راهو تدي ليزير. ما تعرفش لازم فما دي سيونس ورا بعضهم منظمين. هو من المستحسن نعملوا دي سيونس منظمين، معناتها كل ست جمعات ولا كل شهر. Pour avoir une efficacité, on entreprend un traitement de laser, le plus efficace possible. D'accord. En espace, les séances, deux ou trois séances, زوز اعداء، معناتها سي ديزينمي معروفين، معناتها احنا بلادنا انسولي عام الكل، دونك هذاك علاش لازمنا ناخذوا حذرنا كي نعملوا لازير كو سوسوا في الصيف ولا في الشتاء، اكثر في الصيف، علاش؟ باسكو نخافوا من ليبيغ بيغمونتاسيون بوست انفلاماتور، معناتها من الكحوليه اللي تجي بعد ما تحمر الجلد. دونك هذاك علاش فما سيغتان بريكوسيون ابخوندر وقت اللي نجيو باش نعملوا لازير في الطقس المشمس ولا وقت اللي العباد تبدا تمشي للبحر. دو بريفيرونس دونك بالنسبه للعباد اللي ناويه تعوم ما تعملش سيونس دو لازير نتاعها لا في نتاع المشيان للبحر والا ثلاثه ولا اربع ايام قبل، يفو ميو تعملها قبل بجمعه قبل حتى بجمعتين حتى اللي تبرد الجلده بالكدا ترجع معناتها للحاله نتاعها العاديه ما فيها حتى حموريه باش من بعد الحموريه هذيك ما تكحلش. بالنسبه للعباد اللي عامت احنا نعرفوا اللي في افريل جات طقس ياسر سخون ولاو لي بو نتاعهم برونزي. دونك لا سي ان دونجي كبير برشا سورتو كي تبدا اللازير معمول مش بعبد مستانس باللازير، معناتها نحكي ان بروفيسيونيل دو لا سونتي اللي ان مانيبول با بالكدا اللازير. لو ريسك هو شنو؟ يقعد يستعمل لي ميم بارامتر في الماكينه، معناتها ما يعرفش يبدل لي بارامتر اون فونكسيون دو لون البشره. خاطر احنا مانتنون اون ا دو لا شونس اللي لي لازير لا بلاتفورم اللي عندنا في البلاد في تونس عندنا بليزيور لازير، عندنا الاندياك بالنسبه اللي سمعوا فيها بوتيتر يفهموني، الالكسندريت، عندنا ديود، مانيش باش نحكي على لوميير بولسي باسكو بالنسبه ليا سي ان ديسبوزيتيف ابار. دونك نحكي على اللازير. نحكي على اللازير، هي سي ان بوتي لازير، مي تنحكي عليهم بعد خاطر فيه ديزيفي انديزيرابل. اللي نجموا اون تريت بهم الوان الجلد الكل، معناتها ما عندناش اون اون بريفيرونس، نقولوا لا من اون تريت الجلد البيضاء ولا الغامقه ولا داكوردو. دونك بالنسبه لينا احنا كي تبدا اون بو برونزي لو كان لازمنا ماذا بينا لا ما نعملولهاش لازير خاطر نقولوا اون ريسك دو بروليه، على خاطر الفيسو نتاع اللازير ما يفرقش ما بين الكحل نتاع الشعره والكحل نتاع الجلده، معناتها لا ميلانين دو بوال لا ميلانين دو لا بو. داكوردو. دونك ماذا بينا سواء نوخروا لي سيونس بعد ما تولي اون بو ديبرونزي والا كيف اون اوبليجي دو فير والا كي لا باسيونت انسيست نحاولوا نبدلوا لي بارامتر اون فونكسيون دو لا كولور دو لا بو. Et bien sûr, nous sommes sur un petit chance. Donc, il y a un professionnel qui est là. La situation est là. Professionnel, tu as parlé de la chaleur. À la chaleur, il y a des contre-indications, n'est-ce pas, le laser. D'abord, on a les contre-indications absolues. Il y a des contre-indications absolues. Une femme enceinte, une femme allaitante, des patients qui ont une pathologie de la peau évolutive.
كان عندها دي ليزيون ايفولوتيف او نيفو في جلدتها ما نعملوش عندها لازر اللي عندها ان كانسير لطف علينا ما نعملولهاش لازر في وقت اللي هي تبدا سو تريتمون داكور حاجه اخرى اللي تبدا سو تريتمون نتاع الحبوحه بالشباب هذيك سيت اون كونتر انديكاسيون ريلاتيف معناتها لازم ترد بالك خاطر لا بو دا تري سنسيبل اللي تبدا تاخذ في دويات فوتو سنسيبيليزون معناتها فوتو سنسيبيليزون معناتها اللي كحلوا الجلده داكور Donc, il y a un professionnel de la santé, de préférence, qui fait un laser, mais il y a un laser. Enfin, ce qu'on appelle le phénomène de Koebner, on peut activer, on aggrave une pathologie qui est le bras sachet, l'ICAN. Donc, il y a un laser qui est en considération avant de faire le laser. Donc, il y a un laser, je ne sais pas si دونك قبل قلنا قبل 10 ايام هكاك قبل جمعتين ملي تمشي تعوم وبعد ما تمشي تعوم بعد ما تمشي تعوم ترد بالها ولا معناتها تقول لطبيبتها ولا لطبيبها راها عامت باش يعرف اللي راهي سي لابو برونزي لو كانها اول سيونس باش تجي عنده دونك يرد لها في لي بارامتر يقولها وقتاش ترجع يفهمها لي بريكوسيون الاخرين اللي ناخذوهم قبل اللازر يلزم الجلده تكون ماهيش ايريتي دونك ماذا بينا كان باش تعمل غازاج خاطر نعملوا لازر على اون بو غازي معناتها شعره مقصوصه كو سوا بالغازوار والا بالمقص معناتها 1 ملم هكا ما لازمش تكون شعره طويله دو بريفيرونس تعمل الغازاج نتاعها هذايا في دارها لا في ولا دو جور قبل وتجينا ولا تجي انا نحكي نجي مع المراه اما حتى الرجال راهو يعملوا لي لازر توا لي سبورتيف مثلا لي سبورتيف والا حتى راهو اللي عندهم فوليكوليت دو لابارب اللي يطلعوا لهم شعر مقلوب اللي عندهم يعرقوا برشا لي سبورتيف يعملوا في ساقيهم خاطر على لي مساج ابارامون لي فوتبولور انا توا لي باسيون نتاعي عندي بوكو دو فوتبولور يجيو يعملوا لي لازر يقول لك باش كي نعملوا لي مساج ما يتقلقش بالشعر داكور دونك اللي لازم غازاج قبل entre les séances mais bien la hissa ou la hissa اللي هي le nombre نتاعهم on le détermine احنا en fonction de du type de poil l'âmour le نوع البيلوزيتي كبيره ولا صغيره البقعه اللي on va l'épiler تعرف الباسيونت ولا الباسيون اللي راهو ما عادش باش يعمل السكر نتاع النقاء ولا السير ولا ليبيلاسيون اللي بالمرقات ينساها دونك entre les séances كان تحب روحها عندها une peau nette نظيفه باش تقص ولا باش يفا سو رازي ولا الفا سو رازي ولا باش تقص الشعر هذاك ما بين لي سيونس ماذا بها كيف كيف اليدرات لابو معناتها تعمل دي كريم ايدراتونت دي كريم ابيزونت باش ما تقعدش جلده شاحه خاطر بارمي لي زيفي سكوندير الحاجات العوارض الثنائيه نتاع اللازر الجلده تنجم تشيح داكوردو كان تحب حتى نحكيو على لي زيفي انديزيرابل نتاع اللازر لي زيفي سكوندير الايميديات والبعد دونك جست نكمل دونك الهيدرات لابو دونك تعمل دي كريم تعمل دي كريم ان نو سيكسبوز با او سولي بيان سور هذوما لي لي كريم سولير وين تمشي معها ارونوفلي او بو دو 2 اور معناتها سورتو اللي يعمل في لي زون ديكوفيرت في لي جين بالنسبه للي زون مخبين كيما لي بارتي انتيم كيما لي زيسيل وكل هذيك مش مشكله بيان سور بربي اللي تعمل ليبيلاسيون في لي زيسيل مش تخرج من عند الطبيبه نتاعها وتحط دو دوغون راهو يحمى ومن بعد يولي كحوليه اللي ما عادش نجمو نداويوها. فوالا بيتيتر الناس اللي ما يعرفوش اكزاكتومون كومون سي باس اللازير هذايا دونك ليبيلاسيون لازير يقول لك سي ايبيلاسيون جمله واحده دونك فوالا ديفينيتيف ازاله الشعر باللايزر هذايا يعني باش يكون نهائيا ولا كيفاش وكيفاش تصير الحكايه يعني بروسيسوس كيفاش يصير ذكرنا فيه دكتور. الوغ ليبيلاسيون لازير سي اون ايبيلاسيون لونغمون ديفينيتيف معناتها رانا اون فا اريفي ما عادش عندنا شعر بالكل اما راهو مش من العام الاولاني ولا من العام الثاني معناتها اللي تعمل الابيلاسيون لازير لازمها تعرف اللي راهو دون لي زاني كي فون سويفر باش تعمل دي سيونس دونتروتيان معناتها في العام الاولاني احنا ديما اون فيكس لو نومبر دو سيونس ان مينيموم اقل حاجه ست حصص اسباسي دا موا سي سمان وراهو نعلموها اللي في العام الجاي سا ديبون هي والعمر نتاع الباسيون وهي والليتا هرمونال خاطر راهو فما برشا نساء يكونوا لاباس عليهم تحبل بالدي ريغلومون هرمونال تولي عندها اون بوسي نتاع شعر دونك لو نومبر دو سيونس فا ديفيري انتي والسكس انتي والليتا هرمونال انتي والاثني فما معناتها احنا الفوتوتيب ميديتيرانيا توينسا ان جينيرال والميديتيرانيا عندنا كالشعر الكزيز احنا لك حد نقولوا مش كيما لي بوال نتاع الجماعه اللي يسكنوا في البول نور
ولا فاتحين فاتحين جو رابيل اللي العباد اللي عندهم فاتحين راهو لو لازر ني با تري افيكاس دونك لي بلوند اي لي روس لي بلوند اي لي روس لا على خاطر كيما فسرت لك السيبل نتاع اللازر هي الكحل ميلانين الكحله هذيك دونك راهو انيوتيل باش تعمل ايبيلاسيون وانت عندك شعر احمر ولا شعر فاتح زي كيما الشعر الابيض تو انا عندنا برشا نساء ساعات عندها لحية كبيرة شوية هذيك راهي ماهيش لازر لازم تعمل ليبيلاسيون إلكتريك إي إل فو ميو كومونسي لو لازر بكري باش الشعر الأكحل اللي عندك في لحيتك ما يوليش كشعر أبيض باهي واضح داكوردو باهي والبروسيسيس هذايا كيفاش يصير دونك Alors, alors, dis-moi, on a une consultation au préalable. Maintenant, t'as dit que le patient, fait le cabinet, face à la qui m'a face à la hache d'alcool ou les effets indésirables ou quoi. Ou t'as un petit en fonction de l'une gel d'antéha. T'as un nouveau laser qui peut s'installer. Maintenant, qu'un halun a fait, t'as un autre qui peut s'installer. اي واحد من اللازير اللي عندك في البلاتفورم اللي تخدم عليها ولا اللي عندك في الكابيني لو كان اللون غامق اوتوماتيكمون راك باش تستعمل الان دي اك وساعات راهو عند نفس المريضه نجم نعملوا المريضه بون عند نفس العبد نجموا نستعملوا ان لازير لون نوع في الساقين مثلا ساقيه تبدا بيضه وفي البارتي انتيم نتعداو انت ماك تعرف لي زون دو فروتمون كل يغمقوا شويه نتعداو اللازير واحد اخر وكيف كيف يعني اما اسهل الفاتح ولا اللي خاطر سمعت تقول لي لا بو افتح تبدا اسهل التريتمون هو لو ميور كانديدا بور لو لازير اللي عنده جلد بيضه وشعره كحله خشينه هذاك ينجح بالكدا بالكدا مي اقل سيونس يمكن اقل سيونس اي بلوس ديفيكاسيتي معناتها السيبل هي بيدها هو شنو اللي يصير احنا عندنا 3 ستاد في الكروسانس معناتها النمو نتاع الشعره فيهم 3 ستاد علاش احنا اون ملتيبلي لي سيونس علاش مش تقول لي مش من سيونس برك نرتاحوا على خاطر فما 3 ستاد اي احنا اوني افيكاس في ستاد الاناجين هذا اللي تبدا الشعره في اوج العطاء نتاعها داكوردو دونك هذا كل يتعدى في الكابيني دونك تفسر لها راهو احنا اون فاشوازيغ هذا ولا هذا تفسر لها اللي راهو ماناش باش on va multiplier les séances ou tu vas faire la chose mohamed yasser il y a le phénomène de poussée paradoxale khawla le char il y est là avec on ne contrôle pas ahna elle par exemple elle fait épilation moustache chlerimha ou dagnounetha et malheureusement jik بعد عام عندها شعر في اسمها بقى هذه في دقنونه ما بلي بتيتو الكرومه هذيك c'est une poussée تجم تصير la poussée paradoxale par un dérèglement hormonal ولا خاطر سخنا برشا بالله au niveau donc du menton j'ai le chrin qui m'en coule et rire ou yam la poussée paradoxale la poussée paradoxale elle est plus difficile à traiter à l'aise à la khater charib de fête ou tuile موش كيما الشعر اللي احنا اون لا تريتي وهذا parmi les effets indésirables نتاع اللازر داكور باش نحكي باش جو في انشيني باش نحكي لك على les effets indésirables نتاع اللازر باهي les effets indésirables يتقسموا على زوز انواع فما الانواع نتاع les effets indésirables immédiat تفسر لها الباسيون تراهو كي باش تخرج ماكش تمشي تخدم طول راهو تنجم تكون عندك دي روجور D'ailleurs, maintenant, le laser liag, l'end point, l'haja, l'étoile, que le laser, il a été efficace ou l'allait, il y a qu'il faut lire l'ouah de la boursouflure, les tirs, les jets de laser. في بقعة شعرة باردون دونك تنجم تكون عندها حمورية تنجم يكون يصير عندها اودام ينجم عندها حكاك في سورتو في الساقين كيما قلت لك السيشخيس هذوما الكل تفسر لها اللي راهو ينجموا يصيروا وتفسر لها اللي ينجموا يتنحوا رابيدمون كي تستعمل اون كريم ابيزونت اديكوات باهي الحاجات الاخرين تسالها سورتو لو كان تعمل اون بوسي اربيتيك اربيس معناتها لو كان تعمل احنا نقولوا بوتون دو فيفر ماش بالعربي بروده بروده صحيتك راهو اللازر يعمل كي ستريس للجلده دونك فما ريسك باش اون بروفوك اون بوسي نتاع البوتون دو فيفر هذاك تفسر لها راهو نجموا ناخذوا دويات بور ايفيتي هل البوتون دو فيفر هذا اللي باش يصير لنا بالنسبه للي كومبليكاسيون الاخرين ولا لي زيفي انديزيرابل الاخرين نجموا اون بروفوك اون فوليكوليت معناتها اون انفيكسيون في البقايا نتاع اللي يطلع فيهم الشعر بيان سور الباسيونت توصيها انها هي اي حاله تصير ترجع لك ولا تبعث لك تصاور كل واحد كيفاش يتعامل مع لي باسيون نتاعو باش انت ما تسكتش عليها يعني اي حاجه اي حاجه يصير لازم تقول عليها للطبيب نتاعها حتى كان يظهر لها هي حكايه فارغه ولا لا ولا ما تستعملش اون كريم وحدها مثلا تنجم تستعمل لك اون كريم كورتيكويد اللي تنجم تعمل اون كومبليكاسيون داكور باهي دونك هذوما الحاجات ايميديات الحاجات اللي ا لون تيرم ينجموا يصيروا
اخيب حاجه انا نجم نقولها هي ليبو ولا ليبيربيغمونتاسيون، معناتها نجموا سواء نغمقوا الجهات اللي نقيناهم والا نفتحوهم، معناتها يقعدوا عنا كل نكت البيوت هذوكم سي ديزيفي انديزيرابل اللي معناتها احنا اون لي بريفوا با، معناتها ما نجموش اون لي كونترول، مي بار كونتر اون بو لي تريتي، نجمو معناتها نحطو بالنسبه للبقايا الكحول اون كريم بور لي بروتيجي من الشمس بيان سور. نعاود نرجع لحكاية السخانة والصيف وكل هذاك عليه يفو ايفيتي باش نعملو لازير في الشمس. بالنسبة للبقايا البيض اون جينيرال كيف البرونز يتنحاو دونك هذا يظهر ديريكتومون بعد ولا كيما قلت لي بوسي الون تيرم هذوما لي زيفي اي داكور واضح واضح. نعرف فما سؤال فريل سي بون لي جست حاب تقول اللي انا البارح حضرت دو سوجي، حضرت السوجي نتاع لي بور لي زونفون هذا وحضرت ان سوجي على ليبيلاسيون ميم في الاخر وليت بدلت الموضوع. مي بون كنت باش نحكي على لا ديفيرونس انتر ليبيلاسيون بالسير وليبيلاسيون بالخيط. اليوم لقيت روحي في نفس اليوم بالاولى زي هو راهو احنا اوني معناتها يظهر لي ليبيلاسيون بالسير وبالخيط يقعد تقعد طريقه بالنسبه للعباد اللي ما عندهاش برشا جعر. احنا توا ولاو اللازير ولات اون سوليوشن دو فاسيليتي، قبل كان بالنسبه للعباد اللي عندها مشاكل كيما نقولوا اخسوتيزمك اللي عنده برشا شعر بيان سور خاوله سامحني قبيله في الكونسلتاسيون نسيت جو ني با بريسيزي اللي ساعات اوني امني باش نطلبوا ان بيلون هرمونال على خاطر اون ابو تريتي الشعر باللازير ويقعد ديما طالع على خاطر لا كوز دخلانيه. مثلا النساء اللي عندهم تجيهم تطلع لهم في الدقنونه جوستومون هذاك شي تسمى ليورسيتيزم، معناتها الشعر ديسغراسيو يطلع في الدقنونه ولا يطلع حتى في الشلاو. راهو ساعات تبدا مرا كي تنحي اللي انا ساعات تبدا فوالي بالفولار تقول لحيه نتاع راجل مسكنات دونك سا ça nous pousse à demander un bilan hormonal, d'accord. بالنسبه للépilation تاع الخيط وكل انا معناتها نحبها l'épilation تاع الخيط خاطر انا pas très agressive ماش كنت توفقني ولا لا فيني ونقول بالنسبه للعباد اللي يعملوا فيك التريتمون تاع الاكني تاع الكور اكني وكل باهية ما تزلعش الجلدة باهية دونك جو بونس كو ديما كل حالة تلقى بقعتها معناتها اللازير ولا ليبيلاسيون بالسير ولا ليبيلاسيون بالخيط كل حاجة عندها بقعتها كل حاجة عندها وين اون لا بلاس. تخي بيان ظلي كل شيء واضح كان عندكم أسئلة تخليهم تحت الفيديو دونك ميرسي بوكو دكتور أميرة النجار أنت طبيبة تجميل يعيشك سي بون صليح جو بونس فهمنا اللي نساو الرجال اللي عملوا زادة ما عادش مشكل ننسى هكاها والرجال اللي لي سبورتيف كما قلنا وضحنا لي سبورتيف سامحني خاوله يعني حتى العباد اللي عندهم ظهر ليبيلاسيون تاع ظهر ياسر ماشيه مع عند الرجال معناها يطلبوها برشا. ميرسي بوكو دكتور احنا مازلنا معاكم دونك حتىك شي نص نهار توا باش نحكيو في ان سوجي يهم سورتو صغيرات اللي شعرهم بوكلي فاصل صغرون ونرجعوا لكم.